3, 2, 1, cue. مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك. نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ترنم صلوات ليل ومير، محبة وخير.
مشاهدي فضائية نورسات في عمان وإلى لبنان وفي كل مكان، سلام المسيح معكم. نصحبكم في حلقة جديدة من صباحكم نور بعنوان التعلق العاطفي والتعصب الطائفي. ضيفنا هنا في الاستديو مدرب ومرشد وأخصائي يبعث الطمأنينة في النفوس بوجهه البشوش وطول أناته، تدخل عيادته تحمل هموم الدنيا وما هي إلا دقائق معدودة حتى تشعر أن السلام والسكينة حلت في نفسك. دعونا وإياكم أعزائي المشاهدين نرحب بصديق نورسات الدائم الدكتور عامر المصري. دكتور صباحك نور. صباحك نور أبونا، أول شيء شكرا على هذا التعريف، بس يعني حقيقة مش بدقائق، يعني أيام ناخذ أيام وأشهر، والنفس البشرية صعبة مجالاتها واسعة. أول شيء بدي أشكرك على اختيار عنوان الحلقة، لأنه هو الأساس الحقيقي للتنشئة الاجتماعية، وهو الأساس في تنشئة أطفالنا العاطفة. يمكن اخترت أبونا في البداية بس يعني عشان نكون احنا والمشاهدين على نفس السطح وعلى نفس المستوى من الفهم حول أهمية الموضوع. يمكن بدي أحكي عن تجارب أحد العلماء اللي عندنا اللي هو اسمه هارلو. بدأ تجاربه على الحيوانات وكانت صعبة، كان بيفصل أطفال القردة حديثي الولادة عن أمهاتهم، وكان بحط نموذج للقرد حديدي ونموذج آخر اسفنجي ناعم لبسه فرو لهذا، وحاول يلاحظ يشوف كيف تفاعلات أطفال القردة اللي تم حرمانهم من أمهاتهم مع النموذجين اللي موجودين داخل القفص الحديدي. القرد الأول اللي كان كنموذج حديدي وضع معه زجاجة الحليب، بمعنى الأم البديلة مع الحليب، بينما النموذج الآخر من دون ما زوده بزجاجة الحليب. ولاحظ أنه 90% من تفاعلات أطفال القردة حديثي الولادة كان مع الأم اللي عليها فرو، مش مع الأم اللي معاها الغذاء. وكان هذا أول مؤشر لهارلو أنه حاجة أطفالنا هي للعاطفة أكثر من الطعام. هذا اللي بدنا يعني نبني عليه أساسنا مع المشاهدين، وإحنا زي ما تفضلت حضرتك يعني مستمعينا بالأردن بلبنان بمختلف دول العالم، فحبيت أحط القاعدة الأساسية اللي بنحكي فيها. الآن التجربة اللي طور عليها هارلو وهي اللي راح نحكي فيها، إنه كان يدخل نموذج مخيف على القردة ويشوف لوين هم بيتجهوا، فكانوا بيتجهوا للأم اللي كان عليها فرو اللي هو نموذج القرد. الآن الشغلة الثالثة اللي أجراها، الخطوة الثالثة، إنه خلى الأم الحديدية اللي معاها الحليب وزاح الأم اللي فرو ملبسة بالفرو ودخل الشكل المخيف. العجيب إنه أطفال القردة ما اتجهت لهاي الأم البيولوجية اللي معاها الحليب واحتضنوا أنفسهم، بمعنى أخذ وضعية أطفالنا لما بيخافوا هم بيبحثوا عنا إحنا كأب أو كأم، وما بيبحثوا عن شخص آخر. إذا انفقد الأب والأم الطفل رح يتمحور حول نفسه. الفكرة بتجارب هارلو اللي إحنا بنستفيد منها إنه قديش حاجة أطفالنا لمقدمي الرعاية. مقدمي الرعاية بنحكي عن جد جدة، لأنه بعض يعني أطفال ما عندهم هاي الرفاهية إنه يكون عندهم أب وأم. بعض الأطفال بيعيشوا مع أب وحيد، بعض الأطفال اللي هم بنسميهم أصحاب النعمة اللي بيكونوا أمهم وأبوهم موجودين، لكن للأسف قد تكون نقمة إذا كان الأب والأم ما بيلبي الحاجات النمائية بالنسبة للأطفال. نعم صحيح. بس بنحب نجدد صباحنا لجميع مشاهدينا على جمال نفس ضيفنا المحبوب، إلا أننا وبسبب انشغالات العمل لن نكون اليوم استديو حسن الإضاءة فيه،
لأنه الدكتورة باسمة مش موجودة بالعادة بتضوينا الاستديو. على أن تكون الحلقة القادمة بعد ما تخلص مشاغلها اليومين وتعود لبرنامجها فكمل معكم. بس بحب أنوه أنه ضيوفنا في أماكنهم أيضا عبر الهاتف سوف يثر الحلقة كل في مجاله. قبل كم من يوم الأسبوع الماضي صار في أسئلة على صفحة نورسات الأردن حول الفرق بين النصرانية والمسيحية. أبونا فرح حجازين عامل دراسة حول هالموضوع وحسب وقت البرنامج يعني اللي بيقدر يعطينا إياه أبونا فرح بعد قليل بالاتصال الهاتفي راح يشرح للإخوة اللي تساءلوا عن هذا الموضوع. أيضا سوف يكون معنا في اتصال هاتفي أمين عام مجلس رؤساء الكنائس في الأردن الأب الدكتور إبراهيم دبور للحديث عن نبذ التعصب الطائفي. دكتور بحب أنا أنوه للمشاهدين على المحاور الرئيسية اللي حاب يعني زي يعني خارط الطريق شوي. بدنا نحكي بأربع محاور. أول إشي التعلق العاطفي بين التعلق العاطفي والاتزان العاطفي والثبات الانفعالي. هذا الاتزان في مشاعرنا في عواطفنا حتى في أحلامنا والأحلام اليقظة منها بين آمال وتوقعات لاستدامة استمرار الرخاء العاطفي إذا جاز التعبير. وثم نتساءل مع حضرتك هل يوجد منطقة وسطى ما بين العقل والقلب في أحكامنا في تصرفاتنا في كل انفعالاتنا. وبدنا نحكي عن الإدمان العاطفي والتعلق المادي كإدمان على أشياء وسائل مادية يعني حتى ترفيهية. أبونا أول شيء أنا بس يعني بشكرك على هاي المحاور اللي أنا زي ما قلت لك ما بحب أعرف إشي عنها. أنا بحب دائما ما قبل حديثي وحواري يكون معك تلقائي. أنا صار لي تقريبا يعني بهاي الخبرة 24 أو 25 سنة بالعيادات وبالاستشارات النفسية والاستشارات الأسرية وبحب دائما أعطي كثير من الأمثلة اللي بنشاهدها بحياتنا اليومية واللي المراجعين عندنا دائما بيشكوا منها. التعلق العاطفي هو مبني على حاجة أبونا. يعني الفكرة الأساسية أنه طفلنا عنده حاجات من أجل النمو. هاي الحاجات منها الجسدية ومنها النفسية. وأهم حاجة اللي اخترتها حضرتك اللي هي الحاجة العاطفية لوجود بيئة آمنة من أجل الاستكشاف. يعني احنا بنعرف أنه طفلنا بينولد وهو بحاجة لحدا to protect him عشان يحميه طبعا. وهذا هو الأب أو الأم اللي بتفاعل معهم بشكل يومي. التعلق العاطفي اللي هو مجموعة المشاعر والعواطف اللي ببنيها الإنسان في التفاعل مع العنصر اللي هو بتعلق فيه اللي هو سواء بنحكي عن الأب أو الأم. فالآن التعلق هو شيء إيجابي. التعلق المرضي هو الشيء اللي حضرتك راح تحاورني فيه فيما بعد عشان نوصل ايش اللي بصير او من وين بيجي هاي. والحجر الاساس فيها هو مقدمي الرعاية اللي هو الاب والام. اذا الطفل وجد البيئة السوية والبيئة السليمة من اجل اشباع حاجاته العاطفية ما راح يواجه مشاكل بالمستقبل. لكن اذا تم الحد من إشباع الحاجات العاطفية عن طفلنا راح يروح بالاتجاه المرضي. الفكرة إنه التعلق بينعكس في المستقبل على اختيار شريك الحياة. اختيار شريك الحياة بينعكس على الأسرة ثم تصبح دائرة. بيجوا الأبناء بيعانوا من نفس المشكلة ثم يعاد تكرار نفس الخط. فعلا هذا كنت أوصل فيه مع حضرتك الدكتور إنه إحنا بنركز على الطفل بس عم نكتشف حالنا حتى بتقدم معين في العمر. يعني هي بتبدأ بداية موفقة حضرتك سردتها إنها هي مشكلة تعود إلى الطفولة حسب أنا ما فهمت. نعم والتالي بتوصل لمرحلة عمرية متقدمة. يعني بلاحظ دائما لما كنا مع المتزوجين الخاطبين يعني أقصد بإعداد الخطاب يعني أنا أبونا هاي النقطة يمكن لازم أستوقفك لأنه أنت يعني كقانون أردني المقدمين على الزواج يعني هي هاي الفيصل الأساسي من أجل إلغاء
التعلق العاطفي المرضي اللي بيحدث في العلاقات بين الأزواج. الدور يعني والمسؤولية حقيقة يعني كبيرة جدا على الكنيسة بخصوص المقبلين على الزواج. دائما بقولهم حكيم صيني أو حكمة صينية، إنه إجت سيدة تسأل الحكيم الصيني إنه شو بتنصحني بنصيحة في التعامل مع طفلي. قالها أنت متى أخذتي قرار إنه بدك تخلفي؟ قالت لا أنا ابني عمره 4 سنين. قالها أنا بعتذر منك يعني أنت كثير متأخرة. ما بدي أحبط المستمعين، بس الفكرة اللي بدي أحكي فيها إنه أبونا الزواج قرار، الإنجاب قرار، وقدرتك على اتخاذ القرار السليم تعني تخطيط. ما بدي أقول إن بدك تجيب قلم وورقة، بس في مفاهيم أساسية أبونا عشان ما نعيد نفس الأخطاء اللي وقعوا فيها أجيال قبلنا. وما بدي أحكي بعض المشاهدين بيقولوا أنتوا بتحكوا كثير في التنشئة الحديثة. لا أنا ما بحكي في التنشئة الحديثة، بس أنا بقول لك دائما إنه أبوك قبل 50 سنة لما كان يرجع تعبان وتركض عليه كان يعبطك، ما كان يدزك. مش زي اليوم بمسك الخلوة بيقول لك مش فاضي لك أو بتفرج على مسلسل زيح من وجهي. هي تربية قديمة اللي أنا بحكي فيه، الأساس إشباع الحاجات العاطفية تربية قديمة وليست تربية حديثة. بس الفكرة منها إنها تكون منظمة وتقدم بطريقة تتوافق مع الخطط اللي أنت واضحها لزواجك ولإنجابك. نعم، لذلك دائما بهاي الدورات يعني بيستعينوا بالأخصائيين النفسيين. الأسبوع الماضي كان في دورة بالصدفة، أنا كنت موجود بالمطرانية فشفت الشباب الخاطبين وشفت دكتور طب بشري يعني بيشرح لهم أمور فسيولوجيك وأمور بيولوجية بحتة وهيك. فسألت إنه كمان في جانب روحي طلع في جانب نفسي، يعني عم بي 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 بيغطوا اللي بيقدروا عليه، لأنه اليوم كمان قضايا الطلاق للأسف الشديد عم مشاكل الزواج وعم بتزيد بشكل كبير. دكتور كمان هلا الحب بين الرجل والمرأة يتحول في كثير من الأحيان إلى تعلق عاطفي. أحيانا إذا كان في جذور زي اللي تفضلت فيها من الطفولة من كذا، فلاحظنا بهالأمور هاي إنه كمان البنت بتدور على فارس أحلامها بيشبه أبوها، والعقدة هاي إنه بده واحدة زي أمه. صح. وزي ما تفضلت حضرتك الأجيال عم يعني ما في اليوم واحدة زي أمي. صح. بس أبونا اللي أنت بتتفضل فيه هو الفكرة اللي أنا طرحتها في البداية، إنه أنا كطفل لم يتم إشباع حاجات العاطفية اللي أنا كنت بحاجتها في الطفولة. الآن بيتطور عند هذا الإنسان منطقة بالدماغ نسميها الأعمال غير المنتهية، بمعنى إحنا في البلدي عشان مستمعينا اسمه جوع قديم، جوع مزمن عشان نتفاهم عليه. جوع مزمن يعني جوع مزمن بمعنى شخص عاش بالفقر فترة طويلة فهو بحاول يعوض بشكل مرضي هذا الفقر، فهذا بنسميه جوع قديم ما بيشبع هذا الإنسان. الحاجات العاطفية إذا لم يتم تلبيتها في طفولتنا راح تكون أعمال غير منتهية، وراح يصير في عنا خطة أو غاية السعي من أجل تحقيق هذا الإشباع، وهذا التحقيق مرض. يعني أنت بدك تشبع العاطفة مع أمك، الآن بدك تشبعها مع زوجتك. لا هاي زوجتك وهي أمك، وفي فرق كبير في التعامل مع الوالدة وفي فرق كبير في التعامل مع الزوجة. فاللي أنت تفضلت فيه طبعا كأب أو كأم، يعني كفتاة بتبحثي عن أبو تمارسي معه علاقتك الأبوة في زوجك هذا خاطئ، وأنت إذا بتبحث عن أنك تمارس علاقتك مع أمك مع زوجتك هذا خاطئ. عدم الإشباع العاطفي بشكل فراغ عند الإنسان، وهذا الفراغ بياخده في مجموعة اتجاهات، إما بنسميها التعلق الآمن إذا كان العلاقات العاطفية مشبعة مع الأم، أو تعلق غير آمن سواء بنسميه تجنبي أو بسموه متردد. هذا الشخص اللي بيكون على مفرق الطرق، اللي هو إذا أقام علاقة عاطفية مع الآخر بيحتفل بشكل كبير جدا، أو الاضطراب الثاني اللي هو بنسميه اضطراب الانخراط الاجتماعي، اللي هو بسبب عدم إشباع حاجاته في الطفولة بيقرر أنه ينسحب
ينسحب بمعنى أنا مش بحاجة ناس، وبصير بارد المشاعر، عصبي، غير قادر على التعبير عن المشاعر. عشان نتصور الصورة، لما أنت ما بيكون في علاقات عاطفية مع الأم، زي أبونا اللي ما تعلم اللغة الصينية وبتحكي معه صيني راح يتفاجأ، راح ينصدم طبعاً. فلما هي بتقول له أنا بحاجتك تكون معي في المشكلة اللي أنا واقع فيها وحاب أسمع رأيك فيها، راح يصفن مين هاي؟ أنا تعودت طول عمري أعيش بدون مشاعر لأنه ما تم تلبيتها، اللي هي بنسميها الأسر اللي بتهمل أطفالها، واللي هي الأسر اللي بتشوف ابنها ماسك الموبايل بتقول خليه ملتهي لحاله. الطفل أبونا على أبسط النماذج بحاجة لعشرين لخمسة وعشرين مرة في النهار إنك تعبطه. شو اللي خليه ملتهي؟ ابنك لما بيطلع الساعة 7 على المدرسة 7:30 وبرجع الساعة 3 وانت بترجع من شغلك الساعة 5 وهو بده يقعد على التلفزيون وانت بدك تقعد حتى على الكتاب، طفلك اهم من القراءة. اعطي طفلك الوقت النوعي ثم اعطيه نموذج القراءة، انت ماشي صح. بس انك تهمله، بابا انا مش فاضي لك، مش فاضي لي، عاد لمين فاضي؟ مين الاهم؟ رح يتساءل، الموبايل اللي في ايدك، الكتاب اللي في ايدك. اذا كان الكتاب اهم، هذا الطفل رح يتجه لحب الكتاب ورح يكرهك انت كأب. وانا بدي الوسطية، بدي تقدم له النموذج الصح. هذا النقطة الثانية، الوسطية اللي بنحكي فيه اللي هو الاعتدال ابونا. يعني بكل شيء لازم الشخص يكون معتدل. وما بعرف اذا يعني حضرتك يعني رح تمشي معي، بس أول تجربة ليسوع كانت تحويل المي إلى خمر، صح؟ مين اللي طلبها؟ أمه. الطلب كان في غير وقته. يعني النموذج الإنجيلي اللي أمامنا إنه لم تحن ساعتي بعد، يعني إنه مش هلا أنا مفروض أبدأ الرسالة. ومع ذلك، مع ذلك يعني خلينا شوف الأمر الإلهي والحاجة العاطفية للأم، كيف الإبن نفذ رغبة الأم في أنه غير مجار الرسالة تبعته كنبي، وعمل الإعجوب الأولى مع أنها ما كانت في وقتها. هذا يعني بيخليني أنا وإنت نفكر أنه النموذج المسيحي اللي أمامي في التعامل مع طفلي، ما في إشي أهم من طفلي. لا تقول شغلي ولا بقاطع بحديثك دكتور، بس لترتيب المصطلحات، حضرتك حكيت التجربة الأولى، احنا بنسميها بالله التجربة هي اللي مع الشيطان. يعني العجيب الأولى، العجيب الأولى بالضبط، العجيب الأولى تصحيح، يعني مشان ما يقولوا عشان كركي سكت له هلا. العجيب الأولى هيك، واحنا بنحكي يسوع يعني هو كلمة الله اللي أصلا بالأزل قبل البدء خلق في الكون، يعني مش بس احنا بنقول انه نبي هو، يعني في البعد النبوي اكيد يعني، بس صح. احنا بنحكي في هاي المعجزة واكثر من مكان بتأكيدا على كلامك دكتور، حكى يسوع بدي رحمة ما بدي ذبيحة، يعني مش القانون هو السيف في القاع، فيعني بيغير. ليش الصلاة العادية؟ احنا ليش بنآمن بالصلاة بتغير؟ لانه هذا البعد. انا كأب واضع خطط وبرامج. الآن النموذج المسيحي بيقول لي إنه طفلك أهم من خططك وبرامجك. يعني هل يعقل إني يعني أزيح النظر عن إنه يسوع المسيح الإبن والإله والكلمة الأزلية غير مجرى الرسالة من أجل أمه؟ معناته مين أنا اللي ما أغير عشان ابني؟ طب 100% يعني وصلتنا للي حابين نسمعه. يعني هاي هي الوسطية والاعتدال، النقطة العقل والقلب، ما بين العقل والقلب، هاي يعني ما بين العقل والقلب. هلا أبونا إحنا يعني كمجالنا ما بنعترف بالقلب، نعترف بقلب الدماغ بسموه الأموغدالا، اللي هو المنطقة اللي مسؤولة عن العواطف، والأساس في الأموغدالا اللي هي بتسمح للنيو كورتكس اللي هو القشرة الدماغية بالنمو. فدائما احنا بنقولهم الدماغ بيتكون من ثلاث أقسام أساسية، الكورتكس
الليمبيك سيستم والبرايمري برين اللي هم ثلاث أدمغة بيندمجوا مع بعض. لكن في حال تفعيل الليمبيك سيستم بيعجز الكورتكس، عشان الناس ما يعني تستوعبنا انه انا في الناحية العاطفية ابونا اذا لا سمح الله ابنك انجرح وبنزف ما بتهتم كثير في شو البست، وبتطلع بنسميها احنا من دون وعي، يعني القشرة الدماغية بتكون عاجزة عن العمل. اذا كان بغرق وانت ما بتعرف تسبح بتنط وراء عشان يعني يستوعب شو اللي بنحكي منه. فالعاطفة هي اللي بتتحكم في دماغنا البشري. أنا دائما بعطيهم عن الشخص السوي، أنت بتحكي عن الشخص السوي، لأنه الشخص غير السوي موضوعه مختلف. طبعا الآن لما الأب أو الأم، أنا دائما بقولهم لما أنت بتكون بتدرس في ابنك وبغلط وبتعاقبه بالضرب، تمام، الآن هو التغى موضوع النيو كورتكس، يعني الدماغ البشري الواعي، لأنه رح يضل يتلفت أبوي رح يضربني أو ما رح يضربني، يتوقع الضربة من وين جاي، فهو بروح ثاني يوم على الامتحان مش حافظ إشي، سطل، لأنه هو أنت درسته بالخوف، والخوف بيمنع الدماغ البشري من التفاعل. فالآن اللي حضرتك تحكي لي فيه، الطفل في داخل المنزل عنده كثير من المخاوف، الخوف من فقدان الأب، الخوف من فقدان الأب. وهون بدي أركز على أهم نقطة بتخلي التعلق العاطفي يصير تعلق عاطفي مرضي، اللي هو التفاعل اللي هي بنسميها لغة التواصل بين الأب والأم أثناء وجود أطفالهم. إذا كانت معتمدة على الصراخ أنا والبيت والغداء ثق تماما، هذا الطفل اللي الأصل الأب والأم يمثلوا له النموذج الآمن اللي هو بده يلجأ له، زي أطفال القردة لما خافوا صاروا يدوروا على نموذج حديدي أو سفنجي. فأنا إذا بدي أركض لك أنت كأبوي أو كأمي اللي أنت مفروض تحميني، طب أنا صرت خايف منك أنت، مشكلة هون، المشكلة هون بصير أبونا بنسميه الشرخ العاطفي العقلي عند الأطفال، واللي بيشكل اضطرابات مرضية أثناء بلوغهم. نعم شباب، أثناء ما الدكتور بيكمل ممكن تحضروا لنا اتصال أبونا فرح، عفوا عن المقاطعة. لا ما في مقاطعة. نعم. الآن طيب ممكن كمان ننتقل لضيق الوقت دكتور، لأنه نصف وقت الحلقة خلص على السريع. ما شاء الله الكلام متسلسل مع حضرتك بسرعة، أنا مش حاسس. أنا فكرت مية ما شربت، والله أنا حسيت أنه لسه ما بدينا عن جد. بدنا يعني نحكي عن الإدمان العاطفي. هلا الإدمان العاطفي بمعنى اللي هو التعلق المرضي بالشيء. نعم. التعلق المرضي بالشيء بينقسم لقسمين، اللي هو تعلق الشخص العاطفي اتجاه أشياء معينة، وتعلق الشخص المرضي اتجاه أشخاص معينين. الآن يمكن حكيت عن التعلق الآمن والتعلق غير الآمن، اللي هو المتذبذب أو النمط التجنبي. النمط التجنبي اللي هو هنا عشان ما يعود يشعر بنفس الألم اللي شعره مع والديه، يعني إذا أنا كنت بحاجة أبوي وأمي بكل مرة أروح أنصدم وأتعرض للإحباط أو للتعنيف أو للعصبية أو للضرب، هذا بيخليني شوي شوي أبعد عن الخط وأصير أعتمد على نفسي، لكن بشكل مرضي. يعني الاعتماد الكامل على النفس دون علاقات تبادلية مع الآخر هو نموذج مرضي. لما أنا لما أنا بعتمد على ذاتي وبعتقد أنه أنا ما إلي حاجة في الآخر، فأنا الآن اتجهت نحو السلوك المرضي. هذول الناس بدمنوا كثير من الأشياء، بقول لك أنا بلعب بلاي ستيشن 3 ساعات وبنبسط، وبلا من أني أروح أحاول أحكي مع أبوي وأوكل كف أو يدزني أو يقول لي انقلع مش وقتك. هاي العبارات أبونا، ويمكن أنا رسالتي بالماجستير كانت عن الإساءة اللفظية، قديش نعم. قوة تأثيرها نعم. وقديش انعكاسها على الشخصية. طيب نعم شكرا دكتور. أعزائي المشاهدين، جواب السؤال حول موضوع الطائفية، عفوا حول موضوع النصرانية والمسيحية، الطائفية رح يحكي عنه نبذ الطائفية أبونا دبور. هلأ معنا الأب فرح حجازين. صباحك نور أبونا. صباح الأنوار. متأسفين علمناك الصبر اليوم. بسيطة تأخرنا عليك شوي، سامحنا بس أخذنا الوقت جدا.
تسلم 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 يا أبونا. أبونا تساءلوا أصدقاء نورسات على صفحتنا نورسات الأردن حول الفرق بين المسيحية والنصرانية، معك المجال تفهمنا شو الوضع. بتوقع ضروري أنه نعطي توضيح والفرق ما بين مسيحيين ونصارى. نعم صحيح، هناك خطأ شائع أنه النصارى هم المسيحيون وأن النصرانية هي المسيحية، وسوف نرى أن المسيحيين غير النصارى عقيدة وإنجيلا. فمن هم النصارى في العهد الجديد؟ أولا لقب يسوع الناصري، جرت العادة في الشرق تسمية الزعيم والمعلم منسوبا إلى بلدته أو مسقط رأسه، فلما ظهر يسوع يدعو بين اليهود يدعونه ولقبوه لقبه أتباعه الأولون من الشعب والسلطات اليهودية والرومانية ليسوع الناصري نسبة إلى بلدته الناصرة التي نشأ فيها. نقرأ في إنجيل متى: وجاء مدينة يقال لها الناصرة فسكن فيها ليتم ما قيل على لسان الأنبياء إنه يدعى ناصريا. ولما دخل يسوع مدينة القدس باحتفال تساءل الناس من هذا، فكانت الجموع تقول هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل. سأل يسوع الجنود الذين جاءوا للقبض عليه في بستان الزيتون من تطلبون، قالوا يسوع الناصري. وكتب بيلاطس سبب إعدام يسوع على رقعة جعلها على الصليب وكان مكتوبا فيها يسوع الناصري ملك اليهود. إذن ففي نظرة أتباعه وأنصاره ورسله وفي نظر الشعب كله وفي نظر السلطات الدينية والمدنية كان يسوع يعرف باسم يسوع الناصري بحسب العوائد الشرقية. والآن سوف نتكلم عن اختلاف أتباع يسوع في نقطتين: أولا في الاسم، ثانيا في العقيدة. أولا في الاسم، بعد ارتفاع المسيح إلى السماء ونزول الروح القدس على التلاميذ انطلقوا بالدعوة للإنجيل، وطالما بقيت الدعوة محصورة في فلسطين كانوا يسمون نصارى. فلما انتشرت الدعوة المسيحية في سوريا أخذ الناس يسمونهم مسيحيين. قال بطرس في خطابه الأول لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل، إن يسوع الناصري الذي قتلتموه وعلقتموه على خشبة قد أقامه الله. ففي البيئة اليهودية اسم أتباع المسيح هو النصارى وهم من بني إسرائيل. ولما انتشرت الدعوة المسيحية خارج فلسطين على يد الرسل وبعض اليهود الموجودين في المهجر ذوي الثقافة اليونانية كانوا يبشرون في فينيقيا وقبرص وأنطاكيا باسم الرب يسوع، فآمن عدد كبير ورجعوا إلى الرب. ويذكر أعمال الرسل وهو تاريخ تأسيس المسيحية، وفي أنطاكيا سمي التلاميذ أول مرة مسيحيين. ومنذ شاع هذا الاسم مع الدعوة الإنجيلية في أقطار الدولة الرومانية ثم في أقطار الأرض كلها. المسيحيون هم من الأميين أي الوثنيين، وهكذا صار اسم تلاميذ المسيح من بني إسرائيل نصارى، وصار أناس من أصل وثني وآمنوا بالمسيح مسيحيين. هذا الانقسام في الاسم بسبب البيئة المختلفة سيجر إلى انقسام في العقيدة. ثانيا الانقسام في العقيدة، بعد الانقسام في الاسم بين أتباع المسيح إنجيل المسيح قد جرى الاختلاف في الاسم إلى الاختلاف في العقيدة. كان المسيح وأتباعه في أورشليم وفلسطين كلهم من اليهود في بدء الدعوة، كما كان المسيح وأتباعه يمارسون الشريعة الموسوية، يترددون على الهيكل ويحفظون الأعياد اليهودية ويحافظون على الختان والسبت والصوم والوضوء قبل الصلاة وسائر أحكام الشريعة، وكانوا كل يوم يلازمون الهيكل للصلاة في أوقاتها. نقرأ في أعمال الرسل: فحصل جدال بين يعقوب أسقف أورشليم ممثل الحياة النصرانية اليهودية وبين بولس الذي يمثل الحياة المسيحية للذين هم من أصل وثني. فالنصارى مسيحيون من أصل يهودي كانوا يطالبون بتطبيق شريعة موسى مع الإنجيل حتى يصبح الإنسان مسيحيا حقيقيا مثل العماد والختان معا. بدأت المشاكل تظهر عندما آمن الكثير من الأمم الوثنية إلى المسيحية، والمشكلة التي ظهرت هل المهتدي إلى المسيح من الأمة عليه أن يتهود مع إيمانه بالمسيح حتى تصح مسيحيته؟
والمشكلة الثانية ما هو موقف الدعوة المسيحية من الشريعة الموسوية؟ هذا هو السؤال الضخم الذي هز المسيحية في مطلع دعوتها، وجاء الجواب مختلفا باختلاف البيئة. فالنصارى اليهود يقولون بإقامة التوراة والإنجيل معا بلا تفريق، والمسيحيون من الأميين يقولون بإقامة الإنجيل وحده أي الشريعة الموسوية والختان. تزعم مقالة النصارى يعقوب اسقف أورشليم، وتزعم مقالة المسيحيين بولس الرسول الذي كان يدعو إلى تحرير المسيحية من اليهودية وشريعتها وختانها، وانفتحت معركة تحرير المسيحية في الموسوية من وختانها، وكان لكل فريق حججه في تأييد نظريته. كان النصارى ينادون بتطبيق الشريعة الموسوية، أما الإنجيل ما هو إلا مكمل للشريعة الموسوية وليس ناسخا لها. أما المسيحيون بزعامة بولس الرسول للأمم كانوا ينادون بنسخ الشريعة بالإنجيل. فالخلاص المسيحي هو بالإيمان لا بأعمال الشريعة، فالخلاص بدم المسيح وليس شريعة موسى. فاحتدم الجدال والصراع بين النصارى اليهود بزعامة يعقوب اسقف أورشليم وبين المسيحيين من الأميين بزعامة بولس. وكان مركز النصارى في أورشليم ومركز نشاط المسيحيين في أنطاكيا. فانعقد أول مجمع للرسل في أورشليم، وحسم بطرس زعيم الرسل الجدال وأفتى بتحرير المسيحيين من غير اليهود من شريعة موسى، فانتصرت نظرية بولس وتحررت المسيحية من الموسوية. فظل النصارى اليهود يقيمون التوراة والإنجيل، وتحرر المسيحيون من أصل وثني من التوراة وأحكام الشريعة، واكتفوا بالإيمان بالمسيح وإقامة الإنجيل دون التوراة. وهكذا حصل الانشقاق في المسيحية الأولى بين النصارى من أصل يهودي وبين المسيحيين من أصل وثني، وبدأ الصراع بين النصارى مع بولس. نجد ذلك في رسائل القديس بولس، فنقرأ مثلا في رسالة القديس بولس إلى غلاطية: فما الختان بشيء ولا القلف بشيء، بل الشيء هو الخلق الجديد في الإيمان بالمسيح. وكذلك في مكان آخر في رسالة القديس بولس إلى غلاطية: إذا كان البر ينال بالشريعة فالمسيح إذن قد مات سدى. خاتمة: بعد الصراع حول الشريعة بدأ الصراع الثاني على العقيدة في المسيح. فأخذ النصارى يدعون أن المسيح هو ابن الله بالمعنى المجازي لا على الحقيقة، فهو مخلوق لا رب معبود، وهو مجرد رسول. فأخذ بولس يرد عليهم في رسائله إلى أهل فيلبي وأهل كولوسي وأهل أفسس على المسيح هو ابن الله حقيقة بالطبيعة الإلهية، وقد ظهر في الجسد، فهو إله وإنسان. فباختصار نحن أمام ثلاث فئات: أولا اليهود يقيمون التوراة بدون الإنجيل ويكفرون بالمسيح، النصارى يقيمون التوراة والإنجيل معا ويتخذون المسيح رسولا ونبيا فقط، المسيحيون يقيمون الإنجيل بدون التوراة ويتخذون المسيح إلها. فنحن إذن مسيحيون وليس نصارى. وشكرا أبونا. تسلم يا أبونا، شكرا على هذه الشرح والتفسير، مداخلة رائعة أبونا. صباحك نور أبونا الحبيب. الله يخليك، شكرا وربنا يوفقكم. أعطيك العافية. شباب في الأثناء تحضرنا اتصال أبونا إبراهيم. دكتور أعطيناك بريك لأنه فعلا عن جد بحياتي ما كانت في حلقة إلا يعني بيكون لها وقت معين بنقسمه، بس تحكي حضرتك عن جد حديث شيق، حديث النفس. الله يخليك. النفس البشرية، هذا العالم الواسع، يعني خصوصا بموضوع الأحلام. شي يوم كمان بدنا نعمل حلقة مع حضرتك عن الأحلام، لأنه كمان هذيك عالم كمان بتظهر فيه بدون عوائق بدون حواجز. لاحظ أبونا، بما أنه حضرتك ذكرت عن الأحلام، القشرة الدماغية أثناء الحلم بتكون معطلة، وبكون الليمبيك سيستم اللي هو الجزء الأساسي في دماغنا المسؤول عن حماية حياتك، تمام؟ فهو أثناء النوم بكون هو اللي فعال وهو اللي شغال. الوعي الإنساني بيشتغل 8 ساعات. نعم، بأخذ العقل البشري. تمام. الفكرة
انه يعني العقل البشري بيكون مسترخي تماما، العقل البشري مسترخي تماما اثناء النوم، وبيكون الجهاز الحوفي بالعربي بيسموه الليمبك سيستم هو اللي شغال، فبيطلع المخاوف، بيطلع الامال، بيطلع الطموحات. هذا لما بنيجي للاحلام. بس ليش علم النفس بيعتمد على الاحلام؟ لانه الجزء الاساسي من مخاوفنا، من غرائزنا، من حاجاتنا بيظهر اثناء الاحلام. فهذا اللي بيخلينا نركز على ظاهرة الأحلام، واللي هي بتفسر الجزء الأكبر من حياتنا النفسية. بتفاعلاتنا الأسرية برجع خليني أذكر أكثر من حالة، يمكن هي لميلان وكالي برونيتش أحد العلماء اللي فسروا شكل الأزواج. الزوج المبهج اللي هو أبونا نموذج بيكون عايش في، خلينا نقول، عائلة شديدة الحرص وشديدة القوانين، فهو هذا بيحاول أثناء ما هو طفل يسعى أنه يرضي والده أو يسعى أنه يرضي والدته. أعطي مثال، الأم تطلع من البيت فبيجي أحد الأشخاص بيقول له شايف هي أمك زعلت منك وطلعت وما بدها ترجع لك. هلا ممكن الجد تقول له اياها، ممكن الجد يقول له اياها، ممكن العم. الان هذا الخوف الشديد المرعب اللي انت وضعته فيه داخل هذا الطفل، بانه بسبب سلوكك الاب او الام راح يستغنوا عنك. الان كانك انت قلبت حياته فوقاني تحتاني، وحولته لشخص ما له اي حاجات ولا رغبات الا هدف وحيد اللي هو محاوله ارضاء الام. نعم، الاتصال جاي. أوكي. نعم. أبونا الدكتور إبراهيم دبور، أسعد الله صباحكم. صباحك نور. صباح الخير، صباح الورد، صباح بركة العذرة تكون معكم. شكرا يا أبونا. الله يخليك يا أبونا. أبونا حضرتك أمين عام مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، ويعني ما بدنا نقول كلمة مجبر، ولكنك بحكم طبيعة عملك تتعامل مع جميع الكنائس الجامعة الرسولية في 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 الأردن. وكنا بنحكي عن الأبعاد العاطفية اللي بتسبب أحيانا أيضا التعصب، فنبذ التعصب الطائفي في مجتمعاتنا المسيحية، شو بتوجه رسالة يا أبونا؟ يعني أولا مسيحنا له المجد لما جاء على الأرض لم يكن إنسانا مسيحيا موجودا في ذلك الوقت، كانش في مسيحية. فهو نظر إلى كافة العالم بنظرة محبة ونظرة عطاء، وأجا يخلص كل العالم. زي بقول بولس الرسول، الجميع أخطأوا وزوا مجد الله، فالجميع هم بحاجة إلى خلاص، والجميع بحاجة إلى علاقة مع الله، وجميع الجميع بحاجة أن يعرفوا الطريق إلى المسيح له المجد. فمشان كلمة تعصب يعني الإنسان يوضع عصبه على عيونه وما يشوف أي إنسان آخر، وما يشوف إلا ذاته، ما يشوف إلا حاله، ما يشوف إلا أنانيته، ما يشوف إلا حبه لذاته. المسيح دعانا للانفتاح، المسيح دعانا إنه نحب بعضنا البعض. أنا مع الحوار، لأنه الحوار دائما هو بنبذ كل أنواع التعصبات، لأنه الحوار بيخلي الإنسان يعرف شو ماذا يؤمن الآخر، وبالتالي لما بيعرف يجد أنه كتير قريب منه، يعني كتير قريب منه، وخلاص ما بحاجة إلى محبة. يعني أي أهم شيء نحب بعضنا البعض، احنا بالاردن نتعامل مع بعضنا البعض، نحترم بعضنا البعض، كل انسان يحترم قوانين كنيسته. نعم. نحكي على بعضنا البعض بالمحبة دائما وبالاحترام، نكون احنا الكهنة قدوة صالحة لهاي الرعية. زي ما بقول بولس الرسول، اقتدوا بي لأني مقتدي بالمسيح. ننبذ الانشقاقات، ننبذ الخلافات، نحاول نجد دائما أرض مشتركة ننطلق منها.
نعمل لقاء محبة بين كافة الكنائس، بين كافة الشباب، بين كافة الأطفال مدارس الأحد، يعرفوا الكل إنه حتى يعلموا أنكم أنتم في وأنا في أبي كما أنا في أنتم في، يعني إحنا بنكون واحد دائما المسيح هو واحد. عشان هيك ما نكون يعني عاطفيين والله بدنا وبدنا وإحنا وبس وغيرنا لجهنم. مين أنا لما أجي أحط حالي محل الله وأدين العالم هذا للنار وهذا لجهنم؟ لكن الطريق هي واحدة، الطريق هي المحبة، ومحبة بعضنا البعض هي اللي بتظهر مسيحيتنا للعالم، ونحاول إنه نظهر المسيح اللي فينا واللي عايش فينا، مش نظهر تعاليم عن المسيح. تعاليم عن المسيح بتلوها في الانترنت، بتلوها في كل المعلومات وفي الكتب، لكن انه احنا المسيحية علينا انه نظهر المسيح اللي فينا. نحيا المسيح يا أخي، يحيا المسيح. نعم نعم ربنا. يعني الكره والماء والبغضة والتعصب والقوقعة في الذات ما بتأدي الى حياة ابدية، بتأدي الى انسان يحقد على آخر. المسيح مش هيك علمنا. صحيح، جميل أبونا، جميل ما تفوهت به، يعني كلامك كلام كتابي، وهذا اللي يسوع بدنا يكون واحد وصلى عشان وحدتنا اللي احنا دائما بنصلي علشانها. زي ما تفضلت حضرتك، هذه العصابة اللي على عيوننا بالحوار بتنشال وبننفتح على بعض أكثر وأكثر. الله يقويك أبونا الدكتور وبرسالتك وبتعاملك، يعني تقدر في عملك تحتضن الجميع يا أبونا. يعني صدقني الحوار المشترك بين كافة أعضاء الكنائس مع بعضنا البعض سنجد أنه كثير، يعني قطعنا كثير في طريق الوحدة، يعني ونصلي لله مشان الله يوحدنا كلياتنا مع بعضنا البعض بنعمته القدوس، لأنه غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. بالتالي يعني إنه إحنا علينا إنه نصلي 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 لربنا، وربنا هو اللي عم بيجيب الخير. واللي بنظر للحوارات بين الكنائس يجد إنه كثير قد قطعنا على طريق الوحدة كثير. إن شاء الله ربنا بيأدي بكلياتنا إلى الاتحاد، كلياتنا مع بعضنا البعض ونبذل الخلافات. تسلم يا أبونا، وشكرا لتلبية دعوتنا، وعلى العلم من مشاغلك الكثير ما بين الرعية وما بين العمل المكتبي. الله يقويك أبونا، صباحك نور. الله يخليك، احنا بالخدمة تسلم. وعلينا نحترم بعضنا البعض دائما. تسلم يا أبونا، الله يخلينا إياك، صباحك نور يا حبيبي، يعطيك العافية. دكتورنا الحبيب، عودة إليك، كمان أعطيناك نفس شوي. دكتور، في مشكلة عاطفية بسببها التعلق العاطفي اللي هي بالاغتراب والسفر، يعني في ناس كثير بيحاولوا يسافروا بغاية أحيانا الترفيه، بغاية التعليم، بغايات عدة، في مقتبل العمر بيكونوا يعني فوق ال 18 بأول طلعته، بيعانوا هاي الصدمة العاطفية، يعني في ناس من أسبوع بيرجع، يعني في ناس ما بيقدر يتحمل انه يشوف وجوه جديده، هاي لها علاقه بالطفوله ايضا. يعني وكل شيء مرتبط بطفولتنا، عشان تكون الامور واضحه خلينا نرجع للنماذج اللي بحب انا وياك نتحاور فيها. بناء الثقه ما بين مقدم الرعايه وما بين الطفل هي قضيه هامه. بيحكوا لي انه كيف يعني دكتور؟ بقول لهم بكل بساطة، لما بتتوجه نحو مغادرة المنزل الطفل دائما بيشعر بالخوف. إذا الآن استغليت هذا الخوف وقلت له خلص ما في داعي أطلع، بدي أقعد معك، وفتحت الباب وطلعت عشان ما تشوف ردة فعله، وما تكون عندك القدرة على أنك تتعامل معها، أنت كسرت حاجز الثقة وصار في تعلق مرضي عند الطفل، لأنه هو بيعرف أنه أنت كذبت عليه وغبت. فدائما بقول لهم لما بدك تغادر اشرح المنزل اشرح الموضوع، بقول له بابا أنا في 10 دقائق ربع بعطيه الوقت اللي ممكن أغيب، ممكن أغيب ساعتين بالضبط وبرجع، لكن هاي أنت موجود
مع اخوانك، موجود مع امك، اذا شو بتحتاج انت بالضبط. هذا الهاتف تقدر تحكي معي لما بتحتاجني. هلا هذا بيخلي الطفل يتخلص من إشي بنسميه احنا قلق الانفصال، اللي هو بدأ الطفل تجاوز عمر السنتين وبيبدأ بده ينخرط مع البيئة الخارجية بشكل تدريجي. لازم يكون هذا الانخراط آمن. كل ما كانت علاقتك واضحة مع طفلك أبونا، مبنية على اللي تفضل فيه أبونا اللي هو الحوار، قدرتك على أنك تحاور طفلك وتعطيه المحبة وتغادر، قدرتك على أنك تتعامل مع إحباطه. يعني قضية أنه الأب يخرج من البيت، هذا أو الأم طبعا، بشكل إحباط للطفل، وممكن تكون في ردة فعل غاضبة، ممكن تكون في ردة فعل بكاء. هل أنت كأب عندك القدرة تتعامل مع ردة الفعل ولا خايف تتعامل معها؟ لأنه أنت تمتلك هذا الطفل، مش بتجهزه للعالم اللي في بداية حوارنا. قلنا الفكرة الأساسية أبونا، إذا أنت الطفلك عنده حاجات نمائية، الحاجة للحب، الحاجة للتقدير، الحاجة للمواساة، الحاجة للتشجيع، كل هذول حاجات، وفيما بعد بيتشكلن كحاجات بسموها حاجات علاقاتية، اللي هي بفترة تشكيل الأسرة أو الزواج. هل أنت قادر على أنك تلبي مثل هاي الاحتياجات، ولا راح للأسف تحد من تلبية هاي الحاجات وتشكلي شخص مريض؟ مريض أبونا بمعنى عدم قدرتك على التعامل مع الخوف اللي بتولد في داخلك من الوحدة. يعني إذا بدك نماذج فرح أقول لك، لما بيكونوا الأشخاص مرتبطين أو على علاقة عاطفية قبل الزواج، راح تلاقي هذا الشخص خايف إنه الآخر يتخلى عنه، بدخل على مواقع التواصل الاجتماعي 100 مرة في اليوم يتفقده، كان أونلاين، لا مش أونلاين. يا جماعة الخير، ما أنا هيا أنا في اللقاء معك، وإذا تفقدت تلفوني راح تلاقيني أونلاين، هذا لا يعني أنه أنا ما جاوبت معك. هذا بنسميه التعلق المرضي، الشعور الخوف الشديد جدا من فقدانك للآخر. نعم صحيح، كمل دكتور. نعم معك. النقطة الثانية المهمة أبونا، اللي هي قضية التردد وعدم الثقة بالذات. كل ما انخفض شعورك بذاتك وعدم احترامك وتقديرك لذاتك، كل ما زاد تعلقك المرضي بالآخرين. الفكرة أنه أنا بدي أعوض نعم. عدم اهتمامي بذاتي وعدم محبتي لذاتي من خلال التعزيز بعلاقتي مع الآخرين، فهذا بيشكل عنا التعلق المرضي اللي حضرتك يعني تفضلت فيه. هلأ بعض الأسر يعني للأسف في التنشئة أبونا بنسميها إحنا في البلدي، ما بدي أقول تذبذب، بس حنونة ومجنونة. يعني بالضبط، مشبعة في بعض الحاجات، مهملة 6 أشهر. هذا أبونا بيخلي الطفل يعني يصبح صلب، غير مرن، غير قادر على التعبير، بيبحث بشدة عن العلاقات الاجتماعية، لأنه أنت عودته على جو الحب على جو بعدين تفجأ. دكتور كمان بنحب نحيي كل اللي عم يتابعونا هلأ، أم فادي، ست إيفون، حتى صباحكم مبارك جميعا، أمل السلمان، إيمان بهجت شرايحة، أم ميلاد يسعد صباحك، ماجدة البير، أمل سلمان، حديث عميق من الدكتور، سأحضر مسجل للإفادة. نعم راح يبقى على صفحة في فيسبوك. كذلك أبونا فرح، الرب يحميك، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم سالمين، كل عام نعمات حتر. فريد، يعقوب، نادية، حياة، لكل الإخوة راح نرجع على الصفحة نتواصل، بس لضيق البرنامج معنا ضيق الوقت، بنحب نحكي كل عام وانتو بخير بمناسبة رفع عيد صليب المحيي الكريم، وخصوصا الكنائس اللي عملت امبارح زياح بجبل عمان، كل الكنائس الرسولية مع بعض، وكان احتفال بهيج. كل عام وبخير أبونا نادر صاووق وأبونا وسام منصور، كانت المنطقة بوجودكم مبتهجة وفرحة، والعادات اللي توزيع الرمان وإشعال النار، هاي كلها احتفالات جميلة. الحمد لله عدنا بعد الجائحة، الحمد لله. أنا بس أبونا في آخر ثواني، أنا بعرف أنه وقتنا انتهى، بس أنه بدي أحاول أنه كمان المستمعين ما يصير في خلط الحب
مختلف تماما عن التعلق المرضي، مختلف تماما. هذا الحب هي عبارة عن شخص مقدر ذاته، عنده بعض الأشياء بتبادلها مع الآخر. التعلق المرضي لا، هو موضوع مختلف تماما، لأنه في كثير ناس بيقول لك أنا بحب فلان، هو متعلق في فلان. في حب كمان شخص الغلط، يعني مثلا بيكون هو مثلا متزوج والعلاقة فترت، فبصير في هذا موضوع بده حلقة، هذا بده بلاش يجعل لنا قصف. موضوع شائك جدا. دقائق معدودة، كم بقي من الوقت؟ نعم، فعلا احتفالات عيد الصليب بهاي الفترة الكل بتسائل انه يعني ليش عيد الصليب بيجي بأيلول. نعرف انه الملكة هيلاني الكل بيعرف قصتها، انها بحثت عن الصليب وبهذا الوقت ووجدوا ثلاث صلبان، حتى في جزء منهم اليوم في الفاتيكان محفوظ جزء من خشبة الصليب. ورمزية خشبة الصليب دكتور تعود على انه الشجرة تاعت آدم وحواء اللي اكلوا منها، هي يعني انه وكأنه هذا الخشب القديم، هذا بالخشب الجديد تصالحنا مع السماء، عربون المصالحة بالخشب العابر ما بين السماء والأرض. التفسير على نفس الفعل الأساسي بالضبط، وهذا بخلينا نرجع لحضرتك لما طرحت الموضوع وقلت لي انه يعني المشاكل الطفولة هي نفسها اللي بتنعاد في الكبر، فأنا بقول لك هي خطيئتنا الأصلية بدأت في الشجرة وخلاصنا بدأ أيضا بخشبة الشجرة. يعني عن جد عميق كلامك دكتور، كيف ربطت إن علم النفس باللاهوت، يعني ما شاء الله وأنت يعني مطلع على الله يخليك. احنا بنتعلم من حضرتك يعني، وأنا دائما بشكرك على المواضيع اللي بتخليني انجبر. يعني انا في العاده لما بتحدث دقيقتين ثلاثه، بس لما بحاور شخص مثل حضرتك لا بخليني يعني ادخل في كثير من الجوانب واطرح كثير من القضايا اللي بتهم امام الرب. يعني امام الرب بالامانه ما عمري حسيت بهذا الوقت يعني ينسرق مني بسرعه. الحمد لله كنت بفكر حالي سيد الوقت. اعزائي المشاهدين، يعني انتهى وقت شارف على انتهاء وقت البرنامج، نقولكم صباحكم نور مجددا، تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية واستخدام وسائل الحماية من الكمامات والتعقيم، ونظلنا محافظين على الأجواء السلامة العامة، وبنصلي نرفع صلاتنا بالختام ليسوع المسيح يعطي الجميع الصحة والعافية. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم. بسلام المسيح نترككم، إلى اللقاء. نور ساتي للأمير، نور ساتي للأمير، نور ساتي للصلوات للأمير، محب وخير، نور ساتي
أعجوبة ليلي لوميير